مستمرين معكم مشاهدينا في حلقتنا، ورح نروح للسماء واللي رح تبقى مدينة العلماء والأدباء والشعراء والرياضيين والفنانين. بصيرنا اليوم يكون ويانا أحد أعلام مدينة السماوة، العازف والمطرب جبار حسان، وهو فنان كبير عمل في المسرح والغناء وإله العديد من الأعمال والمشاركات، وعمل إلى جانب كبار الفنانين. نعم، خلينا نرحب بالأستاذ جبار حسان. يسعد صباحك وعيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير يا رب. كل عام وانت بألف خير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا بكم. يسعد صباحكم، اجمل التهاني واحلى التبريكات لكم دجله الفضائيه اداره وعاملين، ولكل الشعب العراقي وللامه الاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. سائلين الله تبارك وتعالى ان يمن على امه محمد بالامن والامان والتوفيق والازدهار ان شاء الله. اللهم امين يا رب. أستاذ، إحنا صراحة اليوم سعيدين بوجودك ويانا، وحابين أن نستثمر وجودك ونسمع منك قدر الإمكان ما يمكن أن نسمعه. فبالبداية أكيد هذا حسب طلب زميلنا حسين الخزعلي، اللي أنا متأكدة، خلينا نسمع أغنية دخل السماوة بصوتك إذا ممكن. إن شاء الله. نخل السماوة الأغنية اللي هي معروفة والكل يعرفها، نخل السماوة يقول طرتني سمرة، تعفو كرب ظليت ما بيه تمرة. لكن في السماوة كان رد لهذه الأغنية، لأن السماوة إن شاء الله خضرة بأهلها وطيبتهم وأهل كرم وضيافة مدينة الجميلة. الأغنية طبعا كتبها الشاعر الراحل عبد الحسين داخل، ولحنها الفنان الراحل هادي جبار، وإن شاء الله تنال رضاكم بإذن الله. نخل السماوة يقول والله يقول من مر الأسمار، جاب الربيع ويا والله ويا واليابس خضار. نخل السماوة يقول والله يقول من مر الأسمار، جاب الربيع ويا والله ويا واليابس خضار. يا مخصر ومزيون بين البساتين، مشيك يرد الروح للعمر 90. يا مخصر ومزيون بين البساتين، مشيك يرد الروح للعمر 90. خف الجيدم على القاع، عين القاع خايف لتعثار. نخل السماوة يقول والله يقول من مر الأسمار. الله عليك أستاذ جبار، فعلا صوتك يعني بسحر القلوب، وأنت فعليا سحرتنا اليوم. وأستاذ جبار، بما أنه إحنا اليوم بالعيد، ودائما العيد بيحمل معاه ذكريات كثيرة، يعني من ذكريات الطفولة عندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا شغلات بنعملها كل يوم، فاحكي لنا شوي عن ذكرياتك بالعيد وبهذا اليوم المميز. نشأتي كانت في بيئة تقريبا شبه ريفية، يعني ريفية نوعا ما، وكانت الأمور بالريف يعني الكل يعرفها. خلال السبعينات والثمانينات الناس كانت تتزاور فيما بينها، وخصوصا في عيد الأضحى المبارك، يعني على تكون أضاحي كذا. فكنا يعني في زمن أعتقد يعني نوعا ما يختلف عن هذا الزمن. كان عندنا تواصل، كان عندنا لقاءات. العيد يكون فرصة للناس انه تلتقي باحبابها، تلتقي باقاربها، ممكن يعني انه في احنا كنا بعمر الاطفال، يعني ما كانت المدن الالعاب بهذه الحداثة، كانت مدن العاب بسيطة، فكنا نذهب الى مدن الالعاب اللي هي موجودة. اعتقد كان في مدينة السماوة مدينة العاب واحدة، اللي هي مو مدينة يعني، مكان لالعاب بسيطة جدا كانت. والحمد لله يعني وصلنا لهذا العمر وهذا الجمال اللي هسه بهذا الوقت، هاي المدن الجميله والاجمل، الاجمل انه كل شيء تقريبا متوفر، يعني متوفر
وسائل الراحة كثيرة متوفرة، أما ذيك الفترة كانت وسائل الراحة قليلة لكن كانت النيات أجمل، يعني النيات أصفى مثل ما يقولون أهم. نعم. والحمد لله يعني. نعم أكيد دائما هيك الذكريات بتكون دائما جميلة، يمكن الواحد يضل يتذكر كل اللحظات الجميلة مع أهله ومع عائلته وكل تفاصيل العيد اللي إحنا دائما حلو أن نحافظ عليها ونضل نتذكرها. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. طيب أستاذ جبار، احكي لنا عن مشاركاتك في المسرح تحديدا أو حتى بما يخص الغناء، هل ما زال النشاط مستمر أو أنت مبتعد قليلا؟ لا لا، الفن جزء، مو جزء من حياتي، وإنما أنا أقول عنه أنه أحد أولادي يعني. ما ممكن يعني أتخلى في، أنا يعني في داخلي أحد أولادي يعني، الفن ما أتخلى عنه. أنا بدايتي كانت على خشبة المسرح، بديت تقريبا بال يعني صعدت على المسرح بشكل يعني نسميه رسمي، انه انا صعدت ويا استاذ حامد داخل الله يحفظه في مسرحيه، وخلال المسرحيه احتاجوا اداء صوتي انه واحد يؤدي فد مقطع من اغنيه، فقال الطلاب يعني احنا بيناتنا طلاب، قال له الاستاذ هذا جبار صوته حلو اي، فقال لي خلاص هاي بعد انت تأدي، استاذ انا ما اعرف اغني، قال لا تأديها اي، فأديتها، شادوا بي زملائي استاذ حامد الله يحفظه، بعدها استمريت بالمسرح يعني، بقيت اشتغلت هوايه مسرحيات يعني كلش هوايه من خلال اساتذتي الله يحفظ الباقين والله يرحم المتوفين امين، اشتغلت ويا استاذ عبد الكاظم حسوني، اشتغلت ويا استاذ احمد عبد الجاسم، استاذ حميد رضا، الاستاذ الدكتور ناجي قاشي وهو علم من اعلام المسرح العراقي، اشتغلت ويا استاذ فيصل جابر، اشتغلت ويا عده مخرجين مسرح يعني. نعم ويعني من خلال المسرح انا الموسيقى هواي يعني. نعم اكيد. فكنت اتمرن يعني كل ما احصل فرصه اتمرن ويا الموسيقيين، وبعدين تحولت على الموسيقى تماما يعني، والحمد لله يعني حصلت اشاده ومشاركات على مستوى الموسيقى، حصلت عدة جوائز يعني، من ضمنها انه حصلنا في مهرجان اقيمه في بغداد، مهرجان الاغنية الشبابية حصلت على المركز الرابع بها يعني، كان مهرجان ضخم جدا، وكان المشرف عليها الاستاذ فاروق هلال الله يحفظه ويطول عمره. نعم جميل يعني استاذ جبار، كل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها هي اسماء كبيره وعظيمه ومن الزمن الجميل ايضا. بما انه احنا تحدثنا عن الزمن الجميل، حاب اعرف رايك بالاغنيه العراقيه وكيفيه تطورها مع مدى السنين واللي وصلته لهلا الاغنيه العراقيه، بنحب نعرف رايك بهذا الموضوع. الأغنية العراقية اللي هي أطلق عليها اسم السبعينية هي أساس يعني العمود الفقري للأغنية العراقية. الأغنية العراقية تدرجت هي مرحلة الأغنية البغدادية، وبعدها إجت هي فترة السبعينات ودخلوا أساتذة الموسيقى اللي هم معروفين على مستوى الوطن العربي ككل، وعلى رأسهم الأستاذ الراحل طالب القراغلي، محمد جواد أموري، محسن فرحان، جعفر الخفاف، عمالقة الموسيقى. صارت عندنا انتقالة نوعية بالأغنية العراقية. نعم. وبعدها طورت الأغنية. أنا بالنسبة لي ميال للغناء الريفي يعني، لكوني بالريف. صحيح. فميال للغناء الريفي. بس الأغنية السبعينية لا، أي ميال لها يعني، حاليا أنا أغني الأغنية السبعينية والأغنية الريفية، لكن الأغنية العراقية هي حتى السبعينية رغم أنه كانت مرادفة للأغنية المصرية في ذلك الوقت، لكن الروحية العراقية بين كل أغنية عراقية. نعم 100%. طيب أستاذ جبار، خلينا نسمع شيء بهالمناسبة يعني على ذوقك، شيء بمناسبة العيد وفرحة العيد تحديدا. بالعيد احنا يعني نحتفظ بهواي اغاني للعيد. هي كون الفرح ينباع اسري لك العيد، واقضي العمر وياك شوقي ومواعيد، كون الفرح ينباع
لاشري لك العيد واقضي العمر وياك، شوقي ومواعيد شاركني المحبوب بالعيد والافراح، عيد انطبق عيدين خل قلبي يرتاح. هاي احد الاغاني اللي كنا نغنيها بالعيد بالمناسبات، يعني من يصادف عندنا مناسبه وي العيد نغني هاي الاغنيه البسيطه، يعني اغنيه ريفيه. نعم نعم، اغاني كثيره للعيد. حلو. طيب استاذ جبار، بالنسبه للاغاني الجديده شنو اللي حبيت منها وايضا حابين نسمعها بصوتك؟ الاغاني الجديده اي انا ميال عفوا الاغنيه الجديده يعني ما جاي ترسخ عندي يعني الا وانا هذا اللي يعني حسيته للامانه، اصوات حسيت جديده رائعه جدا موجوده، اصوات كثيره جدا. حسيت انه حضرتك مو مع الاغنيه الجديده نوعا ما، ولكن لابد اكو وحده هيك اخذت شويه من اهتمامك، لفتتك بشكل او باخر. اسمعهم اسمع الكثير من المطربين يعني رائعين جدا، اصوات رائعه جدا، لكن اللحن اللي هو اساس الاغنيه، رسوخ الاغنيه، بقاء الاغنيه فتره اطول، يعني مثلا هسه لو اسمع لحضراتكم اغنيه تغنت مثلا بال 66 لحنها بال 66 الفنان الراحل عبد الحسين السماوي، تسمعين هو كانه تتجدد. طيب يعني نسمعها الاغنيه هاي مع اعتزازي بكل الفنانين الشباب، كل الملحنين الشباب، ما جاي ترسخ الأغنية الجديدة، ما جاي ترسخ، فترة معينة تبقى. لذا تجد الفنان بالوقت الحاضر عبارة عن آلة منتجة للأغاني، كل فترة ينزل أغنية، كل فترة يعني مثلا عندنا هاي الأغنية اللي هي لحنها أستاذ عبد الحسين السماوي رحمة الله عليه، وغناها عبد الزهرة مناتي الله يرحمه. خلي نبات ويرمش، خلي نبات ويرمش، واحرس سواد عيونيش، وتعثري بليلك حلم، بل جنت في الزيج فونيك، وتشوف عين وتبتشر، ونعيس ساعة من العمر، شاش اللي بسنين العمر من دوني، شاش اللي بسنين العمر من دوني، شاش اللي بسنين العمر من دوني، شاش اللي بسنين العمر من دوني. الاغنيه بال 66 ملحنه تجدد. رائعة بصراحة، هي جميلة جدا يعني فعلا جميلة، تسمعها الأم، تسمعها الزوجة، تسمعها البنت، مثل ما حضرتك ذكرت بتحس انه لساتها حاضرة، يعني من بعد كل هالسنين لسه هاي الأغنية حاضرة. طيب بما انه استاذ احنا ذكرنا موضوع الأغنية العراقية الحديثة اللي عم تكون موجودة بأيامنا الحالية، بدي منك نصائح للفنانين الشباب، يعني انت كمان حضرتك ذكرت انه في أصوات رائعة جدا، في فنانين مبدعين، فبدنا نصائح منك لهدول الفنانين الشباب اللي هلا موجودين عم بيقدموا أغاني عراقية جميلة، كيف يقدموا كلمة أو الشعر العراقي، بما أنه الكلام العراقي كلام رائع جدا وهذا يعني لا غبار عليه، كل الوطن العربي بيجمع أنه الشعر العراقي أو الكلمات بالأغاني العراقية هي رائعة جدا وبتأثر بكل شخص ممكن أنه يسمعها، وأيضا أكيد كلنا بنعرف قديش لقت رواج بكل الوطن العربي الأغنية العراقية، فبدنا منك هيك نصائح لإلهم لحتى أنه تكون بأجمل وأبهى حلة الأغنية العراقية. إن شاء الله النصيحة عامة هي احترم من قبلك يحترمك من بعدك. الموسيقى هي تاريخ وتراث الشعوب، تعبر عن ثقافة الشعب في تلك الفترة يعني. فالمطرب المغني أو الكاتب أو الملحن هو أحد مؤرخي تاريخ شعبه من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم،
لكن اعتقد انه من حيث لا يعلم، لانه معظم الملحنين عندنا اعتقد صارت انه القضيه ماديه. لكن هذا تاريخ، تاريخ الاغنيه السبعينيه. الان الاغنيه السبعينيه تمثل، واعتقد انتم عندكم معلومه عنها، انه يسمعها كل الوطن العربي. صحيح. لا زال عندنا اخواننا بالوطن العربي يسمعون، يسمعون ناظم الغزالي طبعا، ويسمعون ويسمعون امتدادا الى سعدون جابر الى كاظم الساهر الذي مثل الاغنيه العراقيه خير تمثيل طبعاً. يعني انطاها حقها كموسيقى وكمفردات وكصوت. نعم صحيح. يعني القيصر يمكن نقدر نقول عنه يعني هو الواجهه البيضاء فعليا شعبا. نعم نعم نعم، مع اعتزازي بكل الفنانين الشباب. عندنا فنانين، عندنا الاستاذ ماجد المهندس اكيد تحياتنا، عندنا الاستاذ مهند محسن، عندنا اصوات رائعه وملحنين رائعين، لكن كاظم الساهر الله يحفظكم، وطبعا اتمنى لهم التوفيق وكل عام هم بخير وعيد مبارك عليهم، لكن كاظم الساهر لا مثل الاغنيه العراقيه خير تمثيل، يعني مع التطوير يعني تطوير الاغنيه، لكن حافظ على روحيه الاغنيه العراقيه. نعم 100%. طيب استاذ جبار، خلينا نختم اليوم فقرتنا وياك بشيء على ذوقك نسمعه. شيء اختاروا انتم، تردون اغنيه عامه لو اغني لكم اغنيه للسماء، وانا منتمي للسماء، وانا انتمي الى مدينتي. هذا الشيء اللي لاحظناه على كل اعتزازي على كل من يكون ويانا من السماوة، لازم اعتزازه بالسماوة وفخره وحبه لها يكون بشكل مبالغ. أيه. فاكيد يسعدنا انه نسمع شيء للسماوة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تزورونها وتشوفونها مدينة جميلة بأهلها، ناس طيبين، ناس بسطاء، مدينة حلوة حلوة يعني، حلوة عشرتهم، حلوة طيبين، ناس طيبين ان شاء الله يا رب. فهاي أغنية ملحنها أنا، أنطاني النص مالتها الأستاذ عبد الحسين بهيش ولحنتها، وهي للسماوة. إن شاء الله تنال رضاكم وراح تسمعونها إن شاء الله. خضرة وبساتينها شموع الحياة، السماء والحاضن أحلام الفرات، خضرة وبساتينها شموع الحياة، السماء والحاضن أحلام الفرات، قذلت جرفينها زهور الربيع، ومن يمر رعدي أبي عين شقد بديع، قذلت جرفينها زهور الربيع، ومن يمر رعدي أبي عين شقد بديع، يا حلاة ولايتي يا حلاة ولايتي يا حلاة ولايتي يا حلاة ولايتي يا حلاة ولايت أم الطيبات، السماء والحاضن أحلام الفرات. الله الله عليك أستاذ جبار، نورتنا وفعلا مسك الختام كان وياك اليوم. تحياتنا لك ولكل أهلنا بالسماوة، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. نعم كل عام وأنت بخير أستاذ جبار، وبدنا نحكي لك أنك نورتنا بصوتك وبكلامك الرائع جدا. كل عام وانت كل اهل السماوة بالف خير، ان شاء الله يا رب حياتكم تكون مليانه بالافراح وبالاعياد دائما. الله يحفظكم. الله يحفظكم مره اخرى، نجدد التهنئه لكم ولكل الشعب العراقي وللامه الاسلاميه، ويا رب الامن والامان والاستقرار لكل بلاد المسلمين. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.